العقار اللي غادي نقوم بالتصوير والوصف ديالو اليوم من نوع خاص ونوع نادر، بما معناه نوع قليل جدا في السوق. واللي نقول لكم هي اصبح هذا النوع هذا مطلوب ومطلوب بزاف، ولات الموضه ديال الوقت الراهن والوقت الحالي ديالنا. علاش؟ كما كتشوفوا معايا فاش كنشوفوا الدروج في شي عقار كنقولوا راه شي دار، اما دار اما دوبلكس بالضبط. اذا اليوم اعزائي المشاهدين غادي نقوم بالوصف ديال واحد من لي دوبلكس الفخمه والفاخره اللي كتواجد بوسط المدينه، واحد الثمن اللي هو جد منافس، فيه جوج ديال الطوابق وفيه بزاف ديال المميزات. غادي نكتشفوهم كلهم حاجه حاجه. من قبل من كل شيء وقبل ما غادي ندوز للوصف ديال هذا العقار، كنقدم لكم التحيه والسلام اينما كنتم في جميع بقاع العالم. تنقدم الشكر الخاص الناس اللي كيشاهدونا من داخل المغرب، وكذلك الناس اللي كيشاهدوني من خارج اراضي الوطن. كنقول لكم شكرا جزيلا على الوفاء، على كذلك التحفيزات، الناس اللي كيحفزونا وتيخليونا دي كومونتير اللي تيكونوا مشجعين بزاف. كنقول لكم شكرا شكرا بزاف. وكذلك حتى الناس اللي كيعطيونا اراء ديالهم ولي كريتيك، كنقول لكم شكرا، فنحن راه الخدمه ديالكم طارق معكم، راه كنقوم بالوصف وكذلك بالشرح والمونتاج ديال هذا الفيديو. كندير واحد المجهود اللي هو جبار من اجل ارضاءكم، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم بنا. اذا غادي نبدا الامور من الاول ديالها كما كنقول ديما، اجيو معايا نبداو الامور من الاول ديالها. شنو هو؟ وعندي هذا هو المدخل ديال هذا الدوبلكس، هذا هو المدخل. فاش كنخرجوا برا شنو كنلقاو؟ عندي فقط شقه واحده اللي كاينه، هي هذه كاينه حداك. غادي تقولوا لي شنو كاين لها؟ هذه راه هي نفس الشقه، راه غادي نقوم بالتصوير ديالها من بعد، غير هي عندها جوج بيبان، عندها مدخل من هنا ومدخل اخر من هنا، وعندنا من هنا الدروج باش كتدخل لهذا العقار. بالنسبه للعقار ديال اليوم اللي كنقوم بالتصوير ديالو، عقار واحد اللي متوفر في الطابق السابع، وهو راه عنده جوج ديال البيبان، جوج ديال الطوابق، السابع والثامن. كذا اينما كنتم في بقاع العالم وكذلك داخل المغرب، اينما كنتم في جميع الاحياء وجميع المدن المغربيه، كنقدم لكم التحيه والسلام. وكنقول لكم مرحبا بكم في هذا العقار. شوفوا معايا كي داير، عقار اللي ممتاز جدا. هذا كيتسمى دوبلكس، دوبلكس حقيقي بارضيه اللي هي رخاميه، ارضيه من نوع ديال الرخام، جاي رائع. راه غير الارضيه شويه باهته من حيث النسخه كنسدود هذا العقار. شوفوا معايا السقف كي جاي بديكوراسيون هي جميله، شرجم كبير. المساحه ديال هذا العقار هذا اليوم اللي كنتسارى فيه واللي كنقوم بالوصف ديالو هي 154 متر مربع. تهضر على مساحه اللي هي كبيره، اللي فيها جوج ديال الطوابق كما قلت. عندي هاد الطابق هذا الارضي بهاد الديكورات، شو معايا الديكور اللي دايرين هنايا، راه دايرين له اناره ديالو ديكور من الخشب، كنقيسو بيدي راه من الخشب. هاد الشجره هادي جايه رائعه، عندنا داك السيباراسيون باش كتقسم ما بين الدروج وما بين السيجور. وعندنا هنايا هاد البلاصه، هادشي مصايبينو بالخشب، وراه فيه الاناره ديال اللاد، والشرجم اللي هو كبير اللي كيطلع على المدينه كلها، مدينه مكناس بالضبط. من هنا كنقدم تحيه كنعاودها لجميع المدن المغربيه وكذلك الناس اللي كيشاهدوني خارج اراضي الوطن. هذا العقار كيتواجد بالضبط بالضبط على مقربه، ولا على مقربه من لاكار الصغير بمدينه مكناس، وبالضبط بوسط المدينه الحمريه. عقار واحد اللي كاين الدوبلكس كيتواجد في الطابق السابع والثامن، عند واحد لافيو اللي هي رائعه، واحد لافيو ديجاجي كبيره بانوراميك. هادشي نقدر نقول لكم. كملوا الوصف ديال العقار ديالنا، عندنا الدريجات اللي كيطلعونا للطابق الفوقاني، هما هادو الباب ديال الدخله هي هادي. حنا داخلين لهذا العقار تلقاو امامنا هذا المطبخ، مطبخ جاهز فيه جوج ديال لي بوطاجي، استاذ عندك البلاصه هنا ديال الطياب، اللي هي البلاصه ديال الغسيل ديال المواعن، البلاصه ديال الثلاجه، دايرين النوع الكبير ديال الثلاجات. هذه قله قليله اللي كنشوفها
في العقارات فاش كيكون فيهم ماشي الثلاجه اللي هي ستاندار، البلاصه ديال الميكرووند اللي هي هذه، البلاصه ديال الفران، والبلاصه ديال لا ماشينا لافي ولا لاف فيسيل. وعندي هنا واحد الكونطوار واحد اخر، البلاصه ديال لاوط والفوغ ولا لا بلاك. لا بلاك اللي هي كبيره، دايرين فيها خمسة ديال الفام ديالها. ونزيدكم هي انه كاين واحد، كاين عندنا هنايا بالنسبه للبالكون وفيه لينوكس ديالو دوبلكس اللي الثمن ديالو تيتباع بالمتر مربع، كيتباع هاد العقارات هادو بالمتر مربع، وراه شهدوا واحد التخفيض لان شحال اللي كانوا كيديروا اكثر من الثمن اللي غادي نذكر دابا. الثمن ديالو هو 7600 درهم للمتر واحد. وبالنسبه للمساحه اللي عندنا هي 154، فيكفي هو عمليه الضرب 7600 درهم في مساحه ديال 154، والثمن راه قابل للتفاوض كما اكد لي صاحب هذا العقار. كما شفتوا معايا كاين عندنا صالون في سيجور، عندنا في مطبخ، عندنا هنا واحد الفاسك ديال ريسبسيون ايتونش مهزوز من الارض، وعندنا هنايا باب بالجاج نحلوها نشوفوا شنو كاين هنا هنا. اما بالنسبه للارتيفور راه فيه كاميرا ديالو، عندنا هنايا واحد الطواليت ديال ريسبسيون ديال الضياف هي اللي كاينه تما، وعندنا لافابو ديالها. ما قلت هنا كنتواجد بكم في مدينه مكناس، بالضبط بوسط مدينه مكناس بحمريه، في واحده من العمارات الفاخره. هاد الدوبلكس هذا واحد اللي كاين، الطابق السابع والطابق الثامن. غادي نطلعوا في الدرجات ونشوفوا شنو باقي عندنا هنا الفوق. هذا راه الطابق الثامن والطابق الثاني ديال هاد الدوبلكس، كنلقاو فيه باب وحده اخرى، لان عندك جوج ديال البيبان، باب في الطابق الاول وباب في الطابق كذلك، ولا باب في الطابق السابع وباب في الطابق الثامن. كندخلوا من هذا الباب كنلقاو طواليت والدوش رئيسيين، دوش دايرينو بجاج بار ترومبي بلينوكس. كنزيدو هنا كنلقاو الغرف، كتفرق لينا العدد ديال ثلاثة ديال الغرف، الغرفة ديال الوالدين والغرف ديال الوليدات. دخلوا الغرفة رقم واحد اللي هي هذه، هاد الغرفة هذه غرفة اللي فيها البالكون ديالها، مساحات اللي هما كبار، فيهم حتى لي بلاكار ديالهم، بلاكار اللي هما جاهزين، بلاكارات واجدين. ما كنعاود باش نذكر بالمساحة هي 154 متر، وهنا كنتواجدو بدوبلكس. على مقربة من محطة القطار بمدينة مكناس، كنهضرو على الوسط المدينة والقلب النابض للمدينة. هنا الغرفة الثانية، وكذلك فيها لانترفون كما كتشوفوا معايا. مثلا إلا كنتي ناعس عندك لانترفون ديالك الفوق، وكذلك لانترفون إلا كنتي في الصالة أو المطبخ. غرف الكبار والغرف بثلاثة بهم كما كتشاهدوا معايا، كنقوم بعملية المسح ديال هاد الغرف، غرف بثلاثة بهم فيهم لي بلاكار ديالهم. كذلك انتم اعزائي المشاهدين، الا كان عندكم شي عقار بغيتو تطرحوه للبيع، فانا راه الخدمه ديالكم. الا كان عندكم مثلا شي ارض فلاحيه ولا ارض قابله للبناء، عندنا هنا الغرفه الثالثه، غرفه الوالدين هي هذه، هي الغرفه الكبيره. حتى بالنسبه للنوعيه ديال الخشب نوع ممتاز، بالنسبه للارضيه اللي استعملوا هي اللي فيها داك لافي باركي كانه خشب. هنا عندنا دريسينغ، جوج بلاكارات، عندنا حمام، لافابو ديالو، الدوش ديالو، لينوكس، الدوش اللي هو كبير، وعندنا لي طواليت هنايا.
انت بالنسبه لش راجل مش راجل كبار تن. كنتمنى اعزائي المشاهدين ينال الاعجاب ديالكم العقار ديال اليوم. اللي كنطلب منكم هو الضغط على زر ديال الاعجاب والاشتراك في قناتكم افائل والمتابعه، لربما تلقى واحد من العقار اللي كنتي كتقلب عليه. كان معكم طارق، كنقول لكم الى اللقاء وفي عقار مقبل ان شاء الله عما قريب.